هل يجوز الإهداء لغير المسلم؟ قال الإمام السرخسي: لا بأس بأن يصل المسلم المشرك قريبا كان أو بعيدا، لأن صلة الرحم محمود عند كل عاقل وفي كل دين، والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعا. ولحديث سلمة بن الأكوع قال: صليت الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت مس كف بين كتفي، فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: هل أنت واهب لي ابنة أم قرفة؟ قلت: نعم. فوهبتها له، فبعث بها إلى خاله حزن بن أبي وهب وهو مشرك وهي مشركة. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 دينار إلى مكة حين قحطوا، وأمر بدفع ذلك إلى أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية ليفرقا على فقراء أهل مكة، فقبل ذلك أبو سفيان وأبا صفوان وقال: ما يريد محمد بهذا إلا أن يخدع شباننا. وعن أبي مروان الخزاعي قال: قلت لمجاهد، رجل من أهل الشرك، بيني وبينه قرابة ولي عليه مال، أدعه له؟ قال: نعم، وصله. فهذا يدل إلى جواز الإهداء إلى غير المسلم وإلى جواز صلته أيضا، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.